سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا ومجتبانا، اللهم كما شرحت له صدره ورفعت له ذكره في عشرائف صلواتك ونوامي بركاتك عليه تدرك، نكفر بها عنا السيئات وأعظم لنا بها أجرا وأهلنا بها لرؤية محياه الأسعد دنيا وأخرى. اللهم وصل بها تحية وسلاما تلازم روضته التي حسنت مستقرا ومقاما، وتعم الآل والصحب الذين جعلتهم للمتقين إماما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إنك حي قادر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له من المسلمين. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عذرا رسول الله إن قصرت في وصفك، فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال لكم لن يعرف. والله لو ماء البحار بأسرها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسف. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وأنجاله، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة، نجتمع في هذا اليوم في شرف الزمان وشرف المكان. أما شرف المكان فهذا المسجد العامر الطاهر الزاهر المنور بذكر الله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتلاوة القرآن وبإقامة الصلاة وبمجالس التذكير. وأما شرف الزمان فهو هذا الشهر العظيم، شهر صفر، شهر صفر الخير، الذي بلغ فيه شيخنا أبو العباس طيب الأمثال الذي فات أعلى المقامات وأعلى الرتب، وهو مقام الكتم، المقام الذي كتمه الله عن جميع خلقه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن باب الشنجيط في منيته: وفي المحرم غدا غوثا رشيد، خليفة عن المهيمن المجيد، أعطي ذاك شيخنا بعرفة، حكاه من حققه وعرفه، وبعد شهر وليال ارتقى إلى مقامه العزيز المنتقى، مقامه المكتوم عن كل الورى سوى النبي ما وراء الله. فأكرم بها من نعمة وأعظم بها من نفحة. نحمد الله لنا ولكم على هذه الفروضات وعلى هذه الأسرار وعلى هذه النفحات الإلهية التي تغمرنا من حين إلى حين. ألا إن في أيامكم، في أيام دخلكم لنفحات ألا تتعرضوا لها. على كل من بضاعتي مجزات وزادي قليل، مشائخي يعني ما شاء الله البلدة ولله الحمد عامرة ونائرة، ويعني ولله المنة والفضل بأهلها وبهذه الوجوه يعني النيرة كما قلت. لكن من باب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان لا يبلى كما يبلى الثوب، ألا فجددوه باللقاء. لا باش نتلاقوا، باش نتذاكروا أمور ديننا، أمور طريقتنا، باش يعني الأرواح تتلاقح، باش يعني نسعى برضا المولى عز وجل عنا ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم ورضا مشائخنا الميامين رضي الله عنهم أجمعين. فأقول وبالله التوفيق، لما بعث
وجل نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة كانوا في جاهلية جهلاء، وكان القوي يأكل الضعيف، وكان يعني أكرمكم الله حتى المرأة يتزوجها كم من رجل، وكي تجيب يعني تنجب ولد ولا حاجة يجيبوا العراق مش يعرفوا هذا الابن المن، يعني كانت أمور لا ترضي لها ولا ترضي حتى يعني أحد أو عامة الناس. فبعث الله عز وجل نبيه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منها. يا رب القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. سيدنا عبد الله بن عباس قال النور هو رسول الله والكتاب المبين هو القرآن. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في ليلة من ليالي الشتاء في الصحر كنت أخير بعض الخيام، فانطفأ القنديل الضوء اطفى وسقطت مني الإبرة، طاحتني الإبرة فجعلت ألتمسها لتتلمس فيها لتفتش عليها، قالت فلم أجدها. قالت حتى دخل علي رسول الله فأضاءت الحجرة بنوره كأنه واحد خل شعر الضوء في الحجرة، فقالت ما أضوأ وجهك يا رسول الله. قال هنا أجل يا عائشة والويل لمن لم يرني. قالت ومن لا يراك يا رسول الله؟ قال البخيل. قالت ومن البخيل؟ قال من بكيت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الكريم. إذن قلنا هذا النور اللي بعثه المولى عز وجل في أم القرى مكة المكرمة، فالتف حوله ضعفاء من الناس أغلبهم من الشباب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني بالحنيفية السمحاء فصدقني الشباب وخالفني الشيوخ، وقال في بداية الحديث استوصوا بالشباب غيره، فإن الله بعثني بالحنيفية السمحاء فصدقني الشباب وخالفني الشيوخ. علاش رب سبحانه أيد نبيه بالشباب؟ لأن الشباب أرق أفئدة، لأن الشباب مازال عندهم المستقبل، معناها الإمداد بشنصر هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتجاه الوحي، وراح للسيدة خديجة وقال زملوني زملوني، قالت له ما تخشى على نفسك، طاقت من الجن ومن الشيطان، والله لن يخذيك الله أبدا، قسمت له ربي سبحانه قال له أنت خصال الخير كل الدنيا، إنك لتحمل الكلب وتكسب المعلوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الظهر، يعني كل الصفات معناها الجميلة للبنت، والله لن يخذيك الله أبدا. ودات الورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل كان من يعني العباد اللي كان على الحنيفية السمحاء على ملة سيدنا إبراهيم الخليل، وعرض عليه أمره وش قال له؟ قال يا ليتني كنت فيها جدعا، يا ليتني مازلت صغير، فأنصرك حين يخرجك قومك، يخرجوك قومك يكون لي ناصرك. قال أو نخرجيهم؟ شي خرجوني؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أولي، لأن هذا الحق والحق منكور. فأيده الله عز وجل بفئة من الشباب، شباب أصغار أغلبهم لم يبلغوا الحلم، ما جراش عليهم القلم. سيدنا علي أولهم آمن في عمره يعني 10 سنوات وأصبح من كبار علماء الأمة، أنا مدينة العلم وعلي البلوى. يعني سيدنا علي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا علي فاخر العرب فأنت فيهم أحبهم إلى الله وإليه، ما كانش واحد أحب إلى الله منك أنت ومن إلى الله وإليه وإلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. باش افتخر سيدنا علي، تكلم في جمع من الصحابة قال لهم محمد النبي أخي وصهري، خويا ونسيبي، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وفاطمة
فاطمة بنت محمد زوجي وسكني منوط لحمها بدمي ولحمي وصبط أحمد الحسن والحسين وصبط أحمد ولدايا منها فمن له منكم سهم كسهمي سبقتكم إلى الإسلام ذرة لا لأمنت أول واحد أمنت برسول الله هو أنا سبقتكم إلى الإسلام ذرة صبيا ما بلغت أوان حلم فويل ثم ويل ثم ويل لمن يريد يوم القيامة وهو خصم يحليل أن يجي خصيم يوم القيامة والله خصيم لآل البيت يقول تخدم العود شريف يحليل أن يجي قابل سيدنا علي يوم القيامة ومش خصم سيدنا علي خصم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس اللي عقلوا فيما حتى سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس سيدة فاطمة زوجته قال نور في الليل نلقاه قاعد في الفراش ويبكي ما كانش ما أعدل منه خلف سيدنا عمر عاد أرجع الخلافة الراشدة أن ذا عهد سيدنا عمر نص الليل نلقاه قاعد في فراشه وقاعد يبكي يقول له ما يبكي شبيك أنت ركبت ملية الأرض عدنا يبعث الناس يقولهم برحوا فيه معناها أعالي الجبال شوفوا كش حتى طير جمع انظروا الخمح انظروا في خلاف سيدنا عمر بن عبد العزيز ويبكي يقول له ما يبكيك يقولها تذكرت الأرملة والمسكين والمعدوم وذي الحاجة ويعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت أن الله سائلني عنهم يوم القيامة وخصمي دونهم يومئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله المحامي متاحنا يوم القيامة ذنب احنا ولله الحمد أن عقيدة سليمة الله عز وجل وفي رسوله وفي آل بيته نسب حتى واحد حتى اللي خارج على الطريق يبقى ولد النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوسنا ربي سبحانه أدرى بعباده إذا خلق هؤلاء الثلة من الشباب سلمان الفارسي من بلاد فارس وحمزة القرشي وصهيب الرومي وسيدنا أبي هريرة الدوسي وسيدنا بلال الحبشي شتى اللغات وشتى الأجناس وشتى يعني الطوائف كل اجتمعوا على كلمة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وملأوا فؤادهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو القدوة وهو الإمام وهدى النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم بتوجيه الله له ويعلمهم بتعليم الله له وقالهم ديما يتحدث فيهم عن الشباب هم العملة وأعطاهم الأمثلة من القرآن إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فما آمن النساء إلا ذرية من قوم على خوف من فرعون وملائكته وحتى الإمام البصيري يمدح النبي صلى الله عليه وسلم قال ألف النسك والعبادة والخلوة طفلة وهكذا النجباء وقالهم من السبع الذين يظلهم المولى عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله شاب تلقاه يقعد يوم الجمعة بعد العصر عاد من رجليه ساعة ولا ساعة وربع يذكر في الله عز وجل واحد لو مشغوب على لعبة تعذبيني ولا تكسيرة ولا خارج من الحوش مش عارف حتى ولا رايح ولا رايح نجيب الوقت اللي مش حاسبة عنها ربي سبحانه يوم القيامة إذا الواحد يلقى روحه في هالثلة من الذاكرين الله عز وجل يحمد الله عز وجل ويعرف دنياه مجتبى ومصطفى كما اصطفى الله عز وجل نبيه الكريم واصطفى له صحابته الميامين واصطفى يعني الصالحين من هذه الأمة يحمد الله على هذه النفحة لأنه ذاكر لله عز وجل بعض الناس يتهموا فينا يقولوا أنتم تدخلوا الجامع تبدو ها ها أنتم تدخلوا القلوب خاوية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وذكر الله كثيرا الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يقولوا أنتم تدخلوا الكعبة
الذكر ما تشحاضر الذكر. فغفلتك عن ذكره أشد من غفلتك في ذكره. اللي يذكر وقلبه مشغول بالديبو ولا قلبه مشغول معناها بخدمته ولا بحاجته خير من اللي ما يذكرش الكل. قال ومن بعد يترقى، فأعطى الله أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود حضور. بعد بشوي بشوي لابد ربي يرقيك، ثم يرقيك من ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عن ما سوى المذكور. تغيب في الله عز وجل، تجيب تترقى حتى تولي تعبد الله كأنك تراه. إذا ترى في درجات النهار الواحد من السمان زل جاي بشوني قطب من الأقطار، ما يدير حتى حاجة وما يدير حتى زلة وما يدير حتى معناها خطيئة أو ما لا. الإنسان راه في الدنيا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أنا سيدين الله عز وجل تمسكين بها الذكر لراه غذاء للروح. قلنا الفلة هذه من الشباب اللي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم و أدرع فؤادهم بحبه، كانوا في الأول رعاة للغنم فأصبحوا قادة هذه الأمم، وكانوا رعاة للإبل والآبال فأصبحوا سادة الرجال لربهم المثل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم يعني دار دعائم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المجتمع، بناء المجتمع في مكة ألفهم كل على كلمة واحدة، ودار الشعار هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا بمال ولا بجاه ولا بذين ولا بطول ولا بعرض ولا ولد. سيدنا عبد الله بن مسعود صعد للنخلة في مكة وضرب الشبطة، اللي ما حكى عليه من الصحابة كانوا في جانة يقول عرفوا جيه، قالوا ساقاه أثقل عند الله في الجنة من أحد، قالهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هؤلاء الفلة يعني يوصلون الدين الحميد، ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم وأوصلوه لنا. وبعث فيهم سيدنا مصعب بن عمير أول خبير في الإسلام بعثه للمدينة المنورة باش يبث النور هذا في المدينة، وصاه وعلمه النبي وراح للمدينة وبدأ يلتف حوله كذلك في المدينة الكثير من الناس وأغلبهم شباب، حتى العادي يقولوا من قوة معناها الخلق الطيب وحق يعني السيرة الحسنة نتاع سيدنا مصعب، عادي يقولوا أهذا هو رسول الله؟ هذا هو رسول الله؟ يقولوا لا، هذا هو التلميذ من التلاميذ نتاعه لو كانت تشوفه رسول الله. حتى عادوا متشوقين وقتاش باش يجي النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، خلاهم معناها قلوبهم متعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم بالسماع من خلال ما سمعوا على النبي وعلى الدين الجديد. حتى جاء اليوم الحافل اللي هاجروا فيه من مكه الى المدينه، ودار لهم يوم كان عيد أخى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار اللي هاجروا من مكة واللي نصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وعطوه أروع الأمثلة. يعني الأنصاري اللي يكون في المدينة من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم يجي للمهاجر اللي جاي من مكة يقول له ها هو مالي اللي بيسموه بالنص، عندي حائط ولا بستان يقسموه بالنص، عندي زوجتين، عندي زوج نسيء، شوف اللي تحلف عينك خلي يطلقها تعتد وتزوجها، شوفوا قمة الإيثار، لأنهم يعني القلوب نتاعهم ارتوت بالإيمان، وارتوت بالعقيدة السليمة وبحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن الخير كل الخير في التعلق بهذا النبي الكريم. كان حد شيء بعض الناس لو كان يروح للحج يقول لك حج زيارة المدينة راهي زايدة، معناها عليهش بدعة حسنة، كان حبيت تروح تزور عليهش ما فيها إلا الخير، كان ما كانش راهو الحج عرفة حج وهي. الصحابة رضوان الله تعالى عنهم بعد ما في بعد غزوة حنين
النبي صلى الله عليه وسلم تحلهم، قال لهم الصلاة في المسجد الحرام بـ500,000 صلاة، صلي صلاة واحدة راهي في المسجد 50,000 صلاة، صلي صلاة 100,000 صلاة في المسجد الحرام. وقال لهم راهي الصلاة في المدينة في المسجد النبوي بـ1000، وانتم وش تخيلوا؟ تروحوا 100,000 صلاة ولا 1000؟ قالوا له عندهم مش تروح الساعة. صحابة رضوان الله تعالى عنهم، وين كاين رسول الله منهم؟ قالوا لا المدينة، قالوا لا المدينة. إمام أبي حامد الغزالي حجة الإسلام، قال الواحد اللي يتبجح ويقول زيارة النبي ماهيش واجبة حتى شي روحه. قال الرب يقول في القرآن: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال هذه آية عامة تفيد العموم حال حياته وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، لأن النبي حي الدارين حي. أو قال: تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. هذا ميت. إذن قال: ومنه لما يخطئش العصمة غير الأنبياء، يعني بعد الأنبياء ما كان حتى واحد ما هوش معصوم، حتى الأولياء المحفوظين عندهم حفظ من الله عز وجل لابد قال يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال واجبة زيارة النبي واجبة، هذا على وجه صحابة امتحنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم هاهي من لم يزلت صلاة يعطيك ربي يصلي صلاة واحدة 100,000، ومن لم تزل وين تروح؟ قال له وين مش تروح انت الساعة؟ خير كل في وين مش تروح انت؟ لو هذا كان الخير. قال له من المدينة: المحيا محياكم والممات مماتكم، مع الأنصار لما ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة خرجوني داروا بها المناكير. إذا هذه عقيدتنا احنا، يا عقيدة السلف الصالح، عقيدة الصحابة السليمة. إذن قلنا والقصة واردة كذلك، يعني الصحاح بتاع العتب ذكرناها بالدهن المرة، هذا واحد من الأعراض، الأعراض هذا اللي يسكنوا في البادية في الصحراء، لكنه فاهم دار عملة ما هيش مليحة، وعلم أن لا ملجأ من الله إلا برسول الله، لأن ربي سبحانه في القرآن قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم على المنافقين. إذا الاستغفار الأخير أو لازم شيء استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم مش يحب لأرض الإنسان. هز روحه وراح للضريح نتاع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ودخل. كان واحد من الصحابة العتبي قاعد كان في الروضة الشريفة، هذا الأعرابي تلبس للضريح نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، كلم في النبي، لأن النبي أنت في عقيدة حي. وقال الصحابة رضوان الله تعالى عنهم: تقل النبي للرفيق الأعلى، قال: من يتوفى ما فارقتنا همها ما نسمع ديما في الحديث، من يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد قال احترنا، هل نجرده من ثيابه في جيش رسلوه، نجرده من ثياب الله ولا نقلوه؟ قال: فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غسلوه في ثيابه، حذر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا الأعرابي هذا قال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. وقال: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، روحي الفداء لقبر أنت سكينه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحبك لا أنساهما أبدا، مني السلام إليكم ما جرى القدم.
يراك. يلا العتبي خذتني سنة بين النوم واليقظة.